بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. عندي إن شاء الله اليوم وصفة مميزة ورائعة ولذيذة جدا، بسكر أو بدون سكر، يعني بتنفع لأصحاب الدايت اللي بدهم ينزلوا الوزن، وبأي وجبة ممكن يعني على الفطار ناخدها أو على العشاء، ومفيد ومغذية جدا. أنا عندي إن شاء الله اليوم حبتين من البيض حجم وسط، يعني كتير سهلة، ما بتاخد بيض كتير، شايفين منهم كبار، ممكن تحطوا ثلاثة بكونوا صغار، بس أنا هدول عندي حجم وسط. نبلش بسم الله. بدي أحط أول شي عندي الاثنين البيض، بسم الله، هاي شايفين. طبعا البيض بده يكون بدرجة حرارة الغرفة. طبعا بدي أحط عندي هون شايفين معلقتين سكر من البني، وطبعا ممكن نستغني عنهم بالوصفة، لأنه أنا عندي هون مقدار من الزيرو اللي بدي احطه، هاي ممكن نستغنى عن هدول المعلقتين لانه سكرهم هاي طبعا ما في كالورين، خفيف جدا. وعندي هون الوصفه اللي انا طبعا بعتمد عليها بدون سكر، هون عندي كوبايه الا ربع من دبس التمر، اي دبس ممكن خروب، تمر، بلح، هاي بتعتمدوا للوصفه. طبعا كاس الا ربع، اذا بدكم تحطوا نص بتحطوا نص كاسه من السكر البنيه. طبعا انا اكتفيت بمعلقتين بس مع كاس الا ربع من هاي دبس التمر اللي عندي، ومعلقتين مثل ما قلت من السكر البني. ما في ممكن تحطوا ابيض، بس هيك طبعا بكون اخف وطعم خفيف كتير مميز. عندي هون واحد من الفانيلا، بسم الله الرحمن الرحيم. بدي اخفقهم هلا، طبعا خفق اليدوي هاي مثل ما قلت ممكن الكهرباء، بس انا طبعا عشانها مثل ما قلت اقتصادية وخفيفة ومميزة، يعني ما بتحتاج وقت. هاي نضل نخفق فيهم، شايفين صار عندي الخليط كله فقاعات، يعني شي دقيقتين. بسم الله بنزل عندي هون نفس المقدار، الكاس اللي عندي انا معيار الكاس 250 ملي، بنزل الزيت شوي شوي وبخفق. طبعا انا صار لي زمان ما نزلت فيديوهات، والله بيعلم، الحمد لله على كل حال. شايفين بنزل بقية الكاسة، يعني على فترتين ثلاثة بتنزل هاي. هلا بدي انزل عندي نفس الشيء من الحليب، هاي بدنا ننزل نص كاسة الحليب اللي عندي والباقي اخليه هاي لما نكمل بقية الطريقة. هون جبت هاي الدبس اللي عندي، هاي دبس تمر، اي دبس في البيت عندكم خروب، بلح، تمر، شايفين كيف هاي، بسم الله. وبنخلط هون منيح منيح هاي. هلا بنزل عندي من الطحين نفس مثل ما قلت الكاسه، بتعايروا مقدار، هي اول كاسه، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وبنخفق مثل ما قلت، اذا بدكم تحطوا من الدبس كاسه الا ربع بتكتفوا فيها، بدكم تحطوا نص بتحطوا من السكر البني او السكر الابيض، لانه طبعا بتعطي حلا خفيف ومميز، يعني هالكيكه كثير روعه. هاي شايفين في اول كاسه حطيتها، بدي احط الثانيه هلا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدنا نحط كمان اثنين من البيكنج باودر، باكيتين او معلقتين صغار من البيكنج باودر، بسم الله. نفس الاتجاه التحريك بيكون. هي عندي كمان طحين نص كاسه، يعني انا الكيكه عندي بتاخذ كاستين ونص، وبحط بقية الحليب اللي خلينا على جهة، شايفين؟ بنخلط بسم الله الرحمن الرحيم، مقدارها كاستين ونص من الطحين والبيكنج باودر، طبعا ما بننساه، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لما حطينا الحليب أكتر فتح اللون. طيب بدي أحط هلا عندي باكيتين من البيكنج باودر، بسم الله، أو معلقتين صغار. طبعا انا وقت ببلش اشتغل حميه الفرن على 170 درجه،
طبعا اي كيكه بدكم تعملوها لازم تحموا الفرن قبل بوقت، شايفين؟ بعد ما حطيت البيكنج باودر بدي احط كمان نص معلقه صغيره من القرفه، بتحطوا او من تحبوا تحطوا من القرنفل، تحطوا زبيب، هاي برجع لكم، بس هاي فيها لازم القرفه، ممكن تستغنوا تحطوا حب القرنفل حبهان للطعم، هذا بيعجبكم طبعا اللي انتم بتحبوه. هاي طبعا بدي اخلطهم منيح، هاي جاهزه مثل ما قلت اخر شيء انا حطيتهم، والفرن عندي محمى شايفين، هي بتضل خلط لما يرتخي عندنا كمان شوي اكثر القوام، شايفين؟ بعد ما خفقناها ضل عندي اخر شيء هاي كوبايه لربع من عين الجمل او المكسرات، طبعا حسب الرغبه اي مكسرات موجوده انتم بتحطوها. هاي شايفين؟ هاي انا حطيت الجبن مثل ما قلت، ممكن تحطوا زبيب، اي نوع مكسرات، تحطوا صنوبر، هاي شايفين؟ هلا عندي قالب انا دهنته طبعا بشوي من الزيت، والطحين حطيت في قلبه، هاي قلب الكيك العادي دهنته شايفين، حطيت بس تحت ورقه من الزبده ودهنتها على اساس تطلع بسرعه، ممكن ما عندكم بس تحطوا زيت وطحين. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين؟ بنزل الكيكة عندي بكل سهولة بتنزل، مثل ما قلت بنحطها بالفرن هلا المحمى عنا قبل شي 10 دقايق، وقت ما انتوا تبلشوا بالكيكة بتحموه على 170 درجة، طبعا حطيت هاي بتاخد معنا من 25 ل 30 دقيقة وبنشوف، شايفين؟ هيتني طلعتها من الفرن اخذت معي بالضبط 25 دقيقة، شايفين شكلها كيف محمرة؟ هلا بدي افك الحواف بس تبرد شوي 5 دقايق ونشوف كيف شو بدنا نعمل فيها، بس شوي تبرد لانه هلا طبعا ساخن من الفرن، طلعتها انا بسرعة ما بسيبها بالفرن، حسب كل واحد كيف متعود الفرن اللي عنده، في ناس بتسيبها وما بتطلعها من الفرن، لا انا طلعتها على السريع هي شايفين مثل ما هي وما بتهبط طبعا، بس اشيبها سيبها شي 5 دقايق وفك الطوارف ونشوف كيف. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي شايفين بدي امشي بالسكينة بس تطلع بكل سهولة عندي، طبعا انا دهنها مثل ما قلت زيت ولففها بالطحين، بسم الله، طبعا انا سبتها شي بس 5 دقايق يعني هسه طبعا ساخن شوي، هاي شايفين بكل سهولة طلعت عندي، شايفين؟ بسم الله، شايفين بعد ما سبتها تبرد قلت هلا بدي ارشها طبعا بالسكر المطحون، هاي طبعا اختياري، ممكن ترشوها بجوز الهند، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انا بس رشة بسيطة للشكل مش اكتر، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين مثل هي تمرشت عليها السكر المطحون شوي، سبتها تبرد، هاي شايفين كيف بكل سهولة بتتقطع معنا، بدي بس اقص شقفة قطعة صغيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف طبعا هي بردت بس طبعا مش بالتمام، بس حبيت على اساس افرجيكم كيف شكلها، هاي شايفين كيف روعة، هاي شايف بس 2 بيضات، شايفين كيف قوامها، طبعا هيك كيكتنا ان شاء الله جهزت، شايفين بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مثل ما قلت لكم انا بنهاية الفيديو بقول لكم سبب انقطاع القناة، بتمنى تشوفوا شو كتبت، انا طبعا ماني قادرة احكي، وربنا يصبرنا ويعوضنا خير، وبلاقيكم بإذن الله بفيديو تاني، وبأمان الله.